أن يخرج عن طوره. يعني اللقطة اللي شاهدناها واضح أن فيه أسباب حنا نجهلها، أنت كيف تعلق عليها؟ بالضبط أخوي بندر، يعني إحنا قبل أن نتحدث عن فهد المفرج، إحنا لو أخذنا فريق الهلال بشكل عام، الفريق حصل له طرد 3 لاعبين، تقريبا 8 لاعيبة حصلوا بطاقة صفراء، مدير الفريق على مقاعد الاحتياط كان في 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 صور لم نعهد فهد المفرج عليها، نعم. كان متوتر، كان محتكم باحتياط نادي النصر، نعم. رئيس النادي يخرج بعد المباراة بتصريح غير مألوف، أنا حقيقة لا أعرف الأستاذ محمد الحمدان، لكن أبو أحمد يشيد فيه يعني أخلاقه وبلاغته في الحديث، لكن تصريحه كان حقيقة مشين. بشكل عام هذا تعطيك دلالات أن الفريق الهلال لم يكن يعني جاهز نفسيا للمباراة، إلى جانب أنه أيضا حتى من الناحية الفنية كان ضعيف، وكان نوع من التوتر وعدم ضبط الأعصاب أو عدم تحكم في سير المباراة، ولا سيما أنه بعد ما تأخر بهدف أمام النصر، نعم. إلى جانب الترسبات السابقة منذ خروج الهلال من كأس آسيا والمواقف المتبادلة في مسألة اللعب خارج الملعب من الفريقين. بشكل عام الهلال أخفق شديد في هذه المباراة، وأنا أعتبر هذه المباراة للنسيان، لم أرى في حياتي فريق الهلال بهذا السوء لا فنيا ولا أخلاقيا. نعم هناك أخطاء تحكيم، نعم كانت هناك يعني بعض أشياء كان ممكن تغير مجرى المباريات، لكن تعهدنا من الهلالية أن يكون أكثر هدوءا وأكثر انضباطا سواء داخل الملعب وخارجه. فهد المفرج تحديدا أنا على معرفة تامة به وعلاقتي به جيدة، رجل خلوق، رجل محترم، قدوة للاعبين، قدوة في الإداريين، منذ أن كان لاعب ممتاز بالهدوء، ممتاز بالأخلاق العالية في التعامل. نعم. حقيقة أنا استغرب من هذا التصرف، ولكن أيضا لا أستبعد يكون هناك بعض الألفاظ التي أثارت الكابتن فهد. نعم. لكن لا يعني لا تحق أو تمنح حقية للفريق الهلال بأن يكون بهذا الشكل الذي لا يرضى جمهوره ولا يرضى الشارع الرياضي، وزي ما ذكر الأستاذ خلف إنها كانت مباراة يعني سيئة جدا من المباريات القلائل اللي نشاهدها أن الهلال والنصر يكون هناك في خروج عن النص، وكانت مسيئة لكل من شاهدها سواء في الخليج أو الوطن العربي، أن يشاهد لاعب يقوم بالاعتداء أو الاحتكاك مع حكم، يشاهد حالات طرد احتياطيا، شاهدنا برضه أيضا خروج عن النص لبعض أعضاء الشرف. نعم. في المباراة، المباراة كانت بمعنى طيب. بكامل احترامي لها كانت مباراة سيئة في كل شيء. نعم. ما فيها إلا نبارك للنصر بطولة الدوري يعني. نعم. طيب بشكل سريع الحين معليش، احنا أيضا في جانب مهم جدا في النصر، أدريان أخذ كرته على بدك بدلة بعد ما طلع، لماذا؟ لأنه هو اللي استفز فهد المفرج أو استفز الجانب الهلالي بنفس الحركة، على فكرة تعال نفس الحركة تعالى، فهذه مشكلة، وعلى فكرة في صور أثبتت هذا الشيء. لذلك نبه رجل الحكم الرابع، رجل الحكم الساحة، وخرج. هذه من الإساءات أيضا في المباراة، يعني برضو أدريان سبب إساءة كبيرة. أضف إلى ذلك ما حدث في دكة البدلاء يعتبر إساءة من ناديين من الطرفين. فهد المفرج عندما تحرك، نعم فهد المفرج والصور الظاهرة ليست حركة مقبولة منه، ولكن فهد المفرج درى مشكلة أنه لو خرج لاعب النصر الشمراني وغير اللي موجودين لأدريان لصارت مشكلة كبيرة بينهم، فلذلك هو أراد أن يوقف هذه المشكلة، فحدث مشكلة أخرى بتبادل الكلمات حتى لشهاد بشاه. في جانب آخر عضو شرف نادي النصر، هذه إساءة أخرى. نعم. لا عشان ما نركز فقط على جهة معينة، اللي منع من دخول ملاعب اللي الآن اللي هو الأمير عبد العزيز. أولا طبعا المشاهد اللي شاهدناها بالصور معيبة ومسيئة جدا، ولذلك كان التصرف رادع من الأمير عبد الله مساعد، ويحسب له أنه بس الطرف الآخر يمكن دقيقة بس هذه وينه أبو أحمد ما طلع وظهر أو اشتكى أو هذه يا بندر، حتى هو يقول يجيبون الطرف طيب الآخر، ووقتها أنا أعتذر. هذه يا بندر معناته الرجال واثق من موقفه. هذه ليست القضية الأولى منذ أن أتى عبد الله مساعد، لا يمر على القضية 48 ساعة ليتخذ فيها قرار. ثلاث رؤساء تذكر الطفيل ووالي وقفهم، تذكر أيضا قضية ملعب الملك فهد عندما لم يكن هناك مشروبات ماء للجماهير وأبعد اللي هو مدير الملعب، وهذه القضية تكون تحرك الرابع. سريع تحرك سريع، لكن لما تقول ما في طرف ثاني المشاهد تكفي، وبعدين مش المشاهد حكمت على الصور فقط، أنا من المشاهد واضح لي ماذا يريد، لكن مش كذا اترك كلامي أنا كله. القضية مش قضية خلف ملف يقول ولا فلان يقول ولا الصورة تقول، أجل القضية شكلت لجنة مباشرة سريعة وأعطت تقارير. هو أول شيء كيف يدخل الملعب؟ أولاً تعال مش فقط الأمير عبد العزيز، في جيش من البشر نعم دخلوا بعد مباراة، لا يحدث هذا في أي ملعب في العالم. نعم.
لذلك لا نكتفي فقط بعبد العزيز الأمير عبد العزيز، الآخرين أيضا كيف دخلوا الملعب. نعم. فلذلك لا نقف عند حد معين، في تشويه كبير من الجانبين. طيب واضح من أحمد. الجانبين لا يحمد فقط، لا يوجد شيء جيد إلا فقط فوز النصر. نتوقف عند هالنقطة أبو أحمد. نعم. نتحول إلى خبر آخر. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف أمينه العام أليكس سوساي بسبب ادعاءات قيامه بإخفاء مستندات خلال عملية مراجعة وتدقيق في عام 2012. ذكر الاتحاد الآسيوي مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأمين العام بعد ادعاءات نشرت مؤخرا من جانب وسائل إعلام تتعلق بقضية تعود إلى عام 2012. وأضاف نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي سيتولى بشكل مؤقت لحين إجراءات تحقيقات داخلية. جاء الاشتباه بعد ظهور حوار مصور مع موظف بالاتحاد يتهم فيه سوساي بمطالبته بإخفاء بعض المستندات خلال عملية مراجعة مالية في عام 2012 أجريت من قبل منظمة برايس ووتر هاوس كوبرز وسط ادعاءات فساد حينذاك. وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه نشر مقطع فيديو ضمن تحقيقات الفيفا عبر وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وتمكن الاتحاد الآسيوي من التأكد من صحة المقطع. أيضا إلى خبر آخر يتعلق بالبيت الوحداوي، وبعد صعود الوحدة إلى دوري عبد اللطيف جميل كان هناك عضو الشرف الوحداوي جمال تونسي احتفى بالفريق في مناسبة قبل يومين وتكريم اللاعبين، وكان هناك مجموعة من أعضاء الشرف وحفل كبير في نادي الوحدة. طبعا احتفال الأستاذ جمال التونسي بالفريق الوحداوي بعد صعوده لدوري عبد اللطيف جميل، كان هناك بعد الحفل مجموعة من اللقاءات أجراها الزملاء. نتابع بعض اللقاءات ونعود لنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع. صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرب بن عبد العزيز، نبارك لكم هذه الرعاية التي سيفخر بها الوحداويون كثيرا. ماذا تقول في هذه الليلة الجميلة للأستاذ جمال تونسي ولكافة الوحداويون الذين حضروا هذه الاحتفالية؟ الحمد لله رب العالمين، أتمنى من الله إن الله يوفق فريق الوحدة وهنيهم بالصعود إلى درجة الدوري عبد اللطيف جميل. أتمنى من الله أن يوفقهم وينافسون إن شاء الله وتكون منافسة شريفة، وزي ما ذكرت الأخوان إن شاء الله ننبذ التعصب الرياضي، وهذه رسالة إلى جميع الرياضيين كلهم. الله يبارك فيك. وطبعا هذه الاحتفالية اللي قام بها السيد جمال تونسي طبعا ما هي مستغربة على السيد جمال، دائما سباق في الاحتفالات والأفراح الوحداوية، والأفراح هذه مستمرة دائما إن شاء الله في عهد إن شاء الله تكون على طول، يعني في الأعوام القادمة إن شاء الله، مو بس في السعود إلا دوري جميل إن شاء الله هتكون يعني مستمرة إن شاء الله في إنجازات إن شاء الله للوحدة القادمة إن شاء الله بإذن الله. أنا أشكر والدنا الأستاذ جمال على الاحتفالية هذه، وأشكر كل من قام على يعني الاحتفال هذا الذي قدم الوحدة بصورة جميلة. الحمد لله يعني الصعود كان متعب، بس الحمد لله يعني مجهود الشباب كان مثمر، والحمد لله هذه هي النهاية. القادم بالتأكيد مرحلة صعبة للفريق الوحداوي، وأنت كأحد اللاعبين ما هي الطموحات خلال الأيام القادمة وتحديدا دوري عبد اللطيف جميل في الموسم القادم؟ يعني بكل أمانة دوري عبد اللطيف يعني دوري صعب، أكيد يعني حنعد له إعداد غير زي ما انت عارف، يعني دوري الدرجه الاولى يختلف اختلاف كبير، وان شاء الله يعني المجموعه الشابه واللعيبه الخبره انهم قادرين انهم يحققوا شيء، يعني يعمل يعني شيء للجمهور اللي ساندنا في الفتره الاخيره. اول شيء ابارك لجميع الوحداويين الف الف مليون مبروك، تستاهلوا ونستاهل جميعا ان شاء الله ان نكون في مكاننا الطبيعي كاعرق فريق في المملكه العربيه السعوديه مع شيخ هذا الاتحاد. الفرحة يعني البعض يعتقد أنها مبالغة، قاعد يتكلم هو مش إنجاز أن الوحدة يعود طبيعي على الطبيعي الحمد لله، لكن الفرحة جاءت لأنه بالنسبة لي أنا كوحداوي منذ الطفولة أنه كنت يعني أرى الوحدة تموت أمامي بحقيقة، يعني وكنت أخاف يحدث فيها ما حدث في بعض الفرق اللي ماتت نزلت درجة أولى ومع الصعدت، هذا اللي كنت خايف منه. والموسم الماضي ما صعدنا، الموسم هذا منتصفه إحنا السابع
تخيل الناس يأست يعني. لا هذه هذا منبع، المنبع من خلاله احنا فرحانين ومنتشين انه الحمد لله انقذنا مريض من الموت من الانعاش الحمد لله. القادم هنا المشكله، وسؤالك جدا مهم. المشكله اللي شفتها الان واللي طلعت على السطح الان انه النادي بحاجه ما لا يقل عن 15 مليون حل مشاكل سابقه من شكاوى لاعبين، هنا المشكله. اذا العمل لا ينبغي ان يكون وان مان شو، يعني شخص واحد هو اللي يشتغل. اذا تبغوا يعني محبين نادي الوحده اهل مكه مثلا، اذا تحبوا يكون عندكم فريق قوي، فريق يعني عظيم. انا يعني مقوله الامير عبد المجيد، هذه عبد المجيد رحمه الله عليه تراسي على طول، مكه عظيمه ويجب ان يكون كل شيء فيها عظيم. فانتوا يا ناس اللي في مكه اللي عندكم اموال واللي عندكم فكر لازم تجتمعوا. السوالف هذه هلكتونا تمام، يعني خلنا بالعاميه يعني بكل امانه، ضرب من هنا وضرب من هنا ومن تحت الحزام وهذه حارب هذا، لا توقفوا، خلي عندكم فريق نقعد نتنافس مع الاتحاد والاهلي والنصر والهلال، هذا مكاننا ان ننافس هذول الناس، مش ننافس اللي تحت ونقعد نبكي كل سنه ولا ننزل ولا لا. خلوا يعني البعض يتكلم برضو دائما يقول لنا انتم بس تقولوا مكه، يا اخي اذا ما اقول مكه ايش اقول؟ صح ولا لا؟ يعني كلنا نفتخر مكه يا اخي، ملوكنا شالوا لقب ملك يعني جلاله صاحب الجلاله الى خادم حرمين الشريفين، فاحنا كيف ما نفتخر؟ الحمد لله وشكر لله. في النهايه يجب ان يكون نادي الوحده عظيم لانه يقع في مكان عظيم جدا جدا. طبعا اليوم بعد هذه الاحتفاليه للوحدويين من قبل عضو شرف نادي الوحده جمال تونسي، أصدر نادي الوحدة اليوم بيان يعترض ويستنكر فيه على هذا التكريم الذي تم بدون علم الإدارة الوحدوية أو حتى بدون ترتيب مسبق مع الإدارة الوحدوية. في البيان الذي جاء من إدارة نادي الوحدة أن إدارة نادي الوحدة بمكة المكرمة قد اطلعت على ما نشرته الصحف المحلية عن الاحتفالية التي دعا إليها الأستاذ جمال تونسي مساء يوم 22 من شهر رجب 1436 بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى دوري عبد اللطيف جميل المحترفين وتقديم خلال احتفالية مكافآت مالية للاعبي الفريق. نود أن نوضح الآتي، أن إدارة نادي الوحدة تقدر أي دعم مادي أو معنوي يصب في مصلحة النادي ويخدم أهدافه الحالية والمستقبلية على أن لا تكون هناك مصالح شخصية أو أهداف أخرى خارج نطاق الرياضة. سبق أن قام مجلس إدارة النادي بإصدار بيان رسمي مباشرة بعد صعود الفريق الأول لكرة القدم دوري عبد اللطيف جميل يهيب بإعضاء شرف نادي الوحدة الراغبين في منح لاعبي الفريق الأول مكافآت أن يتفضلوا مشكورا بإيداعه في حساب النادي والتنسيق مع أمين صندوق النادي في كيفية توزيعها ليقوم عضو الشرف شخصيا بتسليمها للاعبين. وقد التزم بذلك الأستاذ حازم اللحياني والأستاذ مساعد الزويهري. رابعا، أن تسليم الأستاذ جمال تونسي مكافآت مالية مباشرة للاعب النادي وفي حفل عام خارج نطاق النادي يعتبر تجاوزا لمجلس الإدارة وتعديا على مصلحة النادي، حيث يفهم من ذلك توجيه احترام اللاعبين وانتمائهم لشخص المتبرع بدلا من النادي الذي ينتسبون إليه. خامسا، أن استخدام الداعي للحفل الشعار الرسمي للنادي على بطاقات الدعوة الشخصية يعتبر مخالفة نظامية يعاقب عليها القانون. وسادسا، مجلس إدارة نادي الوحدة يبين موقفه تجاه تلك الاحتفالية ليؤكد مجددا على ضرورة الالتزام بالمصلحة العليا لنادي الوحدة وعدم استخدام النادي وشعاره لتحقيق مصالح شخصية لا تمت بصلة بمصلحة النادي، ويدعو إلى العمل بكل صدق وإخلاص وتجرد من أجل دعم النادي في كل المراحل وعلى الأخص في هذه المرحلة الهامة التي استطاع فيها النادي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبدعم المخلصين الصادقين العودة إلى مكانه الطبيعي بين الأندية الكبار. أخيرا، سوف يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من يسيء لنادي الوحدة. والله ولي التوفيق. طبعا هذا البيان صادر من رئيس إدارة مجلس نادي الوحدة تجاه العضو الشرف الوحداوي جمال تونسي. طبعا بعد الاحتفالية اللي أقامها قبل يومين تكريما للاعبين وكافة أعضاء الفريق الوحداوي بعد صعودهم لدوري عبد اللطيف جميل. طيب، معنا على الهاتف الأستاذ حامد سبحي أمين عام نادي الوحدة. أستاذ حامد، مساء الخير. مرحبا، مساء الخير، حياك الله معنا في برنامج الملعب أستاذ حامد. هلا وسهلا، مرحبا.
الله حييك. أنت أمين عام نادي الوحدة أستاذ حامد، وبدنا نسمع رأيك أو تعليقكم في الإدارة الوحداوية حول تكريم الأستاذ جمال تونسي للاعب الفريق الأول وهذا البيان الصادر اليوم من نادي الوحدة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأول نسلم على الأخوان إذا عندك من الأخوان المشاركين في البرنامج. نعم. ومساكم الله بالخير. الله. ثم بالنسبة للحفل الحقيقة كل واحد لحرية وحق في أنه يفرح بنادي بصعود فريقه. نعم. والسيد جمال قام بالشيء اللي هو يحبه، فأنا من الناس اللي شاركته هذا شيء بدعوة منه، هذا صديق وحبيب. نعم. ومحب للنادي ولا شك في هذا الكلام. فرجوعنا إلى الموضوع في هذا، التقينا يعني أشياء يعني ظهرت. أنا ما يعني كنت في أول لي يومين لي ماسك النادي. ما أدري على الخلفيات كيف الدعوات من قبل قسمت وإيش صار، هل في اتفاق مع رئيس النادي من قبل؟ أنا ما عندي خبر، ولكن لما شفت الكلام هذا قلت إنه بس أبين للناس إنه هذه الحفل هذا هو حفل خاص بالسيد جمال كمشجع وكإداري وكرئيس للنادي السابق أن يفرح، ومن حق أي واحد وحداوي في مكة أن يفرح بها مثله، أن يدعو أصدقائه ويدعو النادي يدعو. فهذا ليس له صلة بنادي الوحدة، وليس لنادي الوحدة دور في هذا الحفل. نعم. لهذا نظرت في النقاط الشيء اللي سار أو الحاجة التقيت فيها أشياء ووافق عليها رئيس النادي باتخاذها على أن تكون أساس في التكريم، إنما ليس هناك خطاب في النادي يثبت أن هناك تنازل من النادي إلى السيد جمال أو غيره لعمل حفل واتخاذ ما هو متصل بالنادي في الحفل وليس للنادي دخل. نعم. طيب. تحت موافقة رئيس النادي كتبنا البيان هذا. طيب يعني تحت موافقته. أنت ولكن بس لإظهار أن هذا الحفل خاص وليس لنادي الوحدة دخل، نحن مدعوين فقط. نعم. أنتم اعتراضكم في هذا البيان فقط على أنه لم يستشر الإدارة أو يضعها في الصورة حول هذا الحفل؟ لا مو هو، نحن يسوي على كيف أي واحد. نعم. نحن ما عندنا خبر، ولكن الأشياء التي أخذت في الموضوع مثل الشعار ومثل هذا، نحن لازم نكتب بيان وموافقة الرئيس كتب. نعم. بيان إنه هذا الحفل خاص. نعم. يعني اعتراضكم أستاذ حامد أنه فقط استخدم الشعار الرسمي للإدارة الوحدوية. لا يكون إيش تحت ظل الوحدة. نعم. نادي الوحدة ما له هو مدعو وليس. نعم. له يعني تكريم يعني يعتبر تكريم خاص من قبل عضو شرف وحداوي ولا يعتبر تكريم رسمي من الإدارة. لا 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 ما نعم. هو من طيب. الإدارة. طيب واضح. عشان لا نترك للناس الآخرين القال والقيل إنه أنتوا تميلوا مع جمال وأنتوا مدري مين، نحن حطينا الشيء هذا بس حاجة تبين أن الحفل، وجزا الله خير ورجل. نعم. كريم وما يقصر وسوى، وفي الوقت اللي ما حد ما بدأ أو بالبادرة هذه وسوى الشيء هذا، وهو قام بالشيء وهو وحداوي لا شك. نعم. طيب يعني فبس أبقى معي أستاذ حامد. أستاذ حامد نقدر نقوله. نعم واضح. واضح الكلام. أبقى معي. وإذا يبغوا الشيء الصحيح والواقع. نعم. لما يجي رئيس النادي من أمريكا يسألوه. طيب تسمعني أستاذ حامد؟ أيه. طيب ابقى معي لو سمحت. الأستاذ خلف ملفي الإعلامي الرياضي عنده مداخل. مساء الخير أولاً. باختصار أبو أحمد. مساء الخير أولاً والف مبروك الله يوفقكم، ولكن اللي واضح من الخطاب البيان واللي واضح من كلامك الآن وإقامة الأستاذ جمال التونسي لهذا الحفل بدون علم الإدارة، وخصوصاً أن جمال التونسي سبق ورأس النادي ويعرف كل هذه الأمور، واضح جداً أن هناك تنازع وخلاف كبير بين جمال تونسي وبين إدارة نادي الوحدة الحالية. هذا المشهد، هذا المشهد للأسف الشديد. باختصار لو سمحت. لا 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 ألو. نعم تفضل. لا لا ما أنا لو في خلاف ما أحضر أنا حفل، يعني الرئيس في أمريكا ونائب الرئيس استقال،
فما بقيت الا انا في وجه طيب ليش البيان اجل اجل لماذا البيان؟ انا حضرت الحفل تكريما لجمال ومكانته بالنسبه لنادي الوحده. استاذ حامد استاذ حامد أيوة. معلش لماذا البيان اذا؟ كيف؟ لماذا هذا البيان؟ البيان ظهر لكي بس يعلموا ان الحفل ترى خاص وليس تحضير للوحده، واللي شاف الكروت والاشياء يظن ان واللعيبه واللاعبين حضروا واستلام المكافآت حسب القرار اللي ظهر انه الفلوس تدخل في البنك نعم ويجوا يسلموها الداعمين في يوم حفل او يوم شيء نعم طيب فهذا اللي خلاني نبين بس للناس انه هذا حفل خاص ويشكر عليه. طيب استاذ حامد في نهايه البيان الصادر من الاداره الوحدويه سوف يقوم مجلس الاداره باتخاذ الاجراءات النظاميه ضد كل من يسيء لنادي الوحده. بعد كذا يعني لو يعني نعطي لا يجي واحد ثاني هذا يمكن صار خطا او صار بموافقه ما ندري. طيب لكن بعد كذا اي واحد يبغى يسوي حفل يجب ان يكون فيه موافقه من النادي بخط بكتاب خطي وعقد اجتماع او شيء عشان نعرف. طيب استاذ حامد من اللي صدر هذا البيان؟ استاذ حامد على كل حال ها من اللي صدر هذا البيان؟ رئيس النادي بموافقته صدرنا البيانات. طيب انا عندي الزملاء تواصلوا مع رئيس النادي، هو متواجد في امريكا حاليا صح ولا لا؟ إيه؟ نعم تواصلوا معاه قال انا ما عندي اي خبر عن هذا البيان. لا اخذ خبر ورضي على الخبر ووافق عليه ورغم انه هو الله اعلم عنده موافقه مع جمال او شيء ما اعطانا خبر عنه. هذا كلامه للزملاء قبل البرنامج استاذ حامد، قال انا ما عندي اي خبر عن هذا البيان اللي هو رئيس النادي. البيان ايوه كتبنا البيان وصدرنا دقينا عليه وصدرنا على الشيء اللي ساير واتصل بي ووافق قال لهم ما دام الصدر خلاص نعم مع انه هو عنده والله اعلم عنده موافقه لجمال من قبل ما اعطانا خبر عنه. طيب بتضيف شيء ابو احمد؟ طيب شكرا لك الاستاذ حامد السباحي امين عام نادي الوحده. حسين الشريف اسمع تعليقك تفضل ابو خالد. والله كان ودي ان اتداخل مع الاستاذ حامد لان صراحه ان الحديث يناقض البيان حديثه او تعليقه على الموضوع يناقض البيان تماما لعدة أسباب. أولاً الأستاذ حامد حضر الحفل وهو أمين عام النادي ورئيس النادي ونائب رئيس النادي غير متواجدين في أو رئيس النادي في خارج السعودية والنائب مستقيل بالتالي من إدارة النادي ومسؤولية النادي هي مسؤولية الأمين العام. طالما أنك أنت حضرت الأمين العام فأنت مسؤول عن نادي الوحدة وما حدث. لكن نعود للبيان، البيان صراحة شديد اللهجة واضح وصريح وشفاف بحق كل من يحاول ليس تخريب الوحدة وإنما أنا أستطيع أن أقول تخريب الوحدة. نعم. لأن هناك في أكثر من نقطة ذكرها البيان نقطة يجب الوقوف أمامها. من ضمنها ذكر البيان أنه يجب على كل من يريد دعم نادي الوحدة أن يكون عن طريق إدارة النادي وهذا هو الإجراء السليم الذي كل من يريد خدمة الكيان سواء في الوحدة أو غير الوحدة لابد أن يأتي البيوت من أبوابه وليس من نوافذ. واعتقد ان الاخ جمال التونسي رئيس نادي سابق وعانى كثيرا مثل هذه التجاوزات وانتقد كثير من اعضاء الشرف ولكن اليوم هو ينهى عن عمله وياتي بمثله. نعم طيب ابقى معي ابو خالد. ابو خالد لو سمحت لو سمحت انا مضطر ابرجع لك على الهاتف. معنا الاستاذ جمال التونسي عضو شرف نادي الوحده. استاذ جمال مساء الخير. مساء النور الله يسلمك ان شاء الله. بشكل سريع استاذ جمال انا ما ودي اطول وقتي انتهى لكن اداره الوحده اليوم مصدرين بيان زعلانين عليك، وش اللي حاصل استاذ جمال؟ والله حقيقه انا ما ادري الزعل ليه. البيان يعني ايوه انا ما ادري الزعل ليه. انا انسان اعرف الاصول واعرف الانظمه واللوائح والتعليمات. نعم. ولم اتجرأ وادخل في هذا المجال. بالنسبه له اني انا استاذنت من سعاده الدكتور محمد بطنوي وكان رحب بهذا الموضوع ووافق عليه واستاذنت كمان وكلمت الاستاذ بخيل عواد وكان كمان برضه
ما كان عنده مانع، وكان الدكتور الأستاذ دخيل عواد إنه هو كمان مسافر، نعم، والدكتور محمد بصمي مسافر خارج المملكة، نعم، وأبدى موافقته ورحب بهذا الشيء. طيب ليش هذا البيان أجل؟ والله ما أدري، إيش راجع للي أعد البيان هذا. وش اللي تغير؟ وش اللي تغير في الموضوع؟ يعني أنت أخذت موافقتهم صح ولا لا؟ أخذت موافقتهم، حتى من ضمنها كان الأستاذ الدكتور حامد صبحي موجود وحاضر، نعم، الحفلة، والكل كان حاضر وكل الأمور كانت منظمة ومرتبة بموجب ما هم إيش يعني بموجب الأنظمة واللوائح اللي ما تتعداهم، ولا إني أنا أقلل من شأنهم، ولا يمكن إني أنا أتجرأ إني أنا أقلل من شأن الإدارة، لأنه إحنا نوقف مع الإدارة ويهمنا الإدارة ومصلحة نادي الوحدة. نعم، هم يقولون هم اعتراضهم على أنك استخدمت الشعار الرسمي لنادي الوحدة. هو شعار الوحدة، يعني شعار الوحدة في كل مكان. لا، أن هذا يعني أن هذا على كلام حامد قبل شوي، أمين عام نادي الوحدة اللي تداخل معنا، ما أدري سمعت كلامه أنت قبل شوي ولا لا؟ يقول يقول أنك أن هذا التكريم، حنا أردنا أن نوضح أن هذا التكريم خاص وليس رسمي. أيوة من الإدارة. تكريم خاص. طيب تكريم خاص. يقول لك ليش خاص. ليش تستخدم الشعار الرسمي للوحدة؟ شعار نادي الوحدة شعار الجميع، وإحنا ما استخدمناه لنا إحنا شخصيا ولا إنه على، لا استخدمناه لنادي الوحدة، مو لنا إحنا. طيب أنت يعني الشعار ده يفرحنا ويسعدنا إحنا جميعا أن نفتخر بأن نكون وحداويين، وشعارنا شعار الوحدة، وحدة صف، وحدة كلمة، نعم. طيب وحدة محبة وإخاء، وليس وحدة جميل جميل. أستاذ جمال، هذا البيان أنت عندك خلفية من اللي صدر هذا البيان؟ والله الله يهديهم ويصلحهم وينور بصائرهم، إحنا ما لنا منهم غير الدعاء، ونقول نعم. الله كل من يريد بالنادي بسوء الله يصلحه ويبعد عن الإساءة للناس، نعم، ويحط يده في يد الجميع، بلاش من المهاترات والكلام اللي لا يقدم ولا يأخر، نعم، يهمنا مصلحة مكة المكرمة من خلال نادي الوحدة. نعم، لأن الله رئيس الجميع التوفيق. رئيس نادي الوحدة الحالي اللي يتواجد حاليا خارج المملكة تواصلوا مع الزملاء قبل البرنامج وسألوا عن هذا البيان، قال أنا ما عندي أي خبر عن هذا البيان. طيب الحمد لله، هذا أكبر دليل. طيب مستقبلا أستاذ جمال، أخيرا تدعم نادي الوحدة؟ تقف مع الوحدة؟ إحنا مع الوحدة قلبا وقالبا في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي ساعة. نعم، شكرا لي شكرا لي أستاذ جمال تونسي عضو شرف نادي الوحدة. ما عندي وقت، وقتي انتهى. كل الشكر لي الأستاذ حسين الشريف الإعلامي الرياضي. أبو خالد يعطيك العافية، شكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يعطيك العافية. أنا ودي أكمل في موضوع الوحدة، يبدو أن هناك أيادي خفية وراء هذا النادي، نعم، لما ابتعد